عبارة افعل ولا حرج بماذا تشمل وفيما تختص؟ هذه خاصة بيوم العيد، فإن السائلين يسألون الرسول في يوم العيد، واحد يقول أنا حلقت قبل أن أنحر، وواحد يقول نحرت قبل أن أحلق، واللي يقول طفت قبل أن أرمي. النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم.